السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. كنا عايزين نفحصك على احنا معانا زمايلنا يعني نصارى في الشغل، واحنا صراحة يعني ايه مستعين من الوضع اللي حاصل بسبب يعني سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا مش عارفين نتعامل معاهم ازاي، وفي غضابة كده بيننا وبينهم. فاحنا عايزين نعرف الفعل المناسب او تعامل الاسلام المناسب مع غير المسلمين. هل عفوا عفوا هل يروجون لهذا الكافر وهم محاربون أو هم سكوت؟ إذا كانوا سكوتا فالله يقول في كتابه الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. فإذا كانوا محاربين مثل هذا الكلب فاسلك معهم مسلكا يتناسب معهم ويرضعهم، إذا لم يكونوا كذلك فلا تشتد وامضي فيما أنت فيه، بارك الله فيك من خير.